أصوات الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم جميعا في ملتقى الصحة العالمي والذي يعقد لأول مرة في الرياض والذي مشيئة الله سوف يعقد بشكل سنوي ويكون منصة لتشجيع الاستثمار والاطلاع على أحدث التقنيات في المجال الصحي وكذلك تبادل الخبرات في مجالات مختلفة وفرصة حقيقة نتقدم بالشكر والتقدير لزملائي على جهودهم الكبيرة في الإعداد لهذا الملتقى وتقدم بالشكر والتقدير لشركة انفورما على الإشراف وتنسيق هذا المعرض.